الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله امام المتقين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه والتابعين وعلى من تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا ما شاء الله لا قوه الا بالله اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب واعذنا يا ربنا من الزلل اللهم اجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيد حياكم الله إخواني وأخواتي عندي مكالمات تنتظر نأخذها ثم نجيب على ما تبقى من الأسئلة من اللقاء السابق أتفضل أختي أم محمد السلام عليكم عليكم السلام فضيلة الشيخ عندي سؤال واحد بس أصليت العشاء وبعد ما سلمت وقمت يعني تي بعد ساعة ذكرت اني ما سجدت سجدة سجدة سجد ثانية من الركعة الأولى هل أعيد الصلاة؟ متأكدة ولا شاكة؟ والله ما ما أعرف شاكة ولا متأكدة بس أحس ضميري ما أعرف طيب أنت عندك وسواس عندك شيء ولا؟ لا لا الحمد لله ما عندي شيء ما عندي هذا الشيء طيب. استوى قبل يومين ها قبل يومين؟ إيه بس كنت بسألك يعني ومتى نعم. ومتى تذكرتي بعد الصلاة؟ بعد الصلاة وأنا كنت مشغولة شي إيه. بعد طيب يا محمد أبشري الله أعلم هل أنا نسيتها هل أنا سجدتها وفي نفس الوقت أريد أعرف يعني إذا نسيت السجدة أسجد يعني أسجد يعني أسجد سهو قبل ولا بعد إن شاء الله ممكن بفصل لك إن شاء الله أبشر. شكرا مرحبا أسلام. يا هشام تفضل السلام عليكم عليكم السلام الله يبارك فيك وش أخبارك أهلا وسهلا وين راح هشام؟ حاول يا هشام حاول تعيد مره ثانيه. تفضل يا ابو خالد. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك يا شيخ؟ طيب حالك ابو خالد. عندي سؤال واحد يا شيخ. تفضل. ما هي الاشياء التي يجب على المسلم ان يداركها ويسرع فيها بدون تاخير؟ على المسلم؟ يعني يسرع فيها يعني بدون تاخير يداركها. من دون تاخير ايوه انت قاعد هذا السؤال امتحان لي ولا مسابقه ولا شو لا والله لا لا مسابقه ولا امتحان يا شيخ <applause> ابشر ابشر يا اخوي ابو إيه خالد إيه. تسلم تسلم يا شيخ طول عمرك ابشر ها ام عبد الرحمن ها ام عثمان السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله جالة. ام عثمان معانا؟ ايه ام عثمان من العراق. ايه تفضلي ايه. اختي تفضلي اسألي. اه شيخي اريد اصوم مو عندي يعني لا مع رمضان دين ولا ابد، الله تعالى يعني هم بالليل اقعد السحر وانوي للصيام. يعني قصدك صيام نافله يا ام عثمان؟ ها؟ صيام نافله الاثنين والخميس والايام البيض هذا قصدك؟ ايه ايه ايه, ايه, ايه. ابشري إيه انا ما عندي يعني نذر ولا اي شيء يعني اصوم لوجه الله إيه. تعالى يعني طلع. انذر من الليل انا اصوم له لا ان شاء الله يا ام عثمان تسمعين الجواب الله واكو سؤال الاخ إيه؟ يعني يقولون أفت... انا سمعت انه يفتحون خيره بالقران حرام لو حلال يعني يستفتحون بالقران ها؟ يعني واحد مثل ابني متوقف أيه؟ واقرا يعني آية الكرسي والمعوذات م. وأفتح القرآن وأقلب سبع أوراق وأقرأ يقولون يعني بها خير إن شاء الله طيب يا أم عثمان يلا شكرا شيخي مرحبا أختي تفضل يا أم أبرار بلجيكا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضل يا أم أبرار أنا 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 عندي أنا عندي نذر نذرت عن إنه انا عندي نذر نذرت ان انا اودي بنتي مكه اخفض التلفزيون اختي ام ابرار الله يرضى عليك اخفض التلفزيون على الاخر وسبعين من الهاتف وبعدين ارفع التلفزيون يلا هذا من اسباب جعل الصوت باقي ومرتفع يتردد يحصل انقطاع طيب نكتفي ان شاء الله ناخذ اتصالاتكم بعد قليل عندي بالامس الاخ علي من ابو ظبي بارك الله فيه يقول للاسف الشديد عنده عيال صلاتهم ضعيفه يقول يعني اكلمهم بالغصب يعني يصلون وبعضهم ما يصلي وواحد منهم متزوج يقول ما عندهم بر ما عندهم حنان ما عندهم شيء من هذا القبيل يقول ما ما الموقف اخوي علي بارك الله فيك جوابي لك ولهم اما لك فيا أخي الفاضل أولا لا بد أن تعلم بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وأن الله خلق كل شيء فقدره تقديرا وأن الهداية بيد الله وأنك لا تملك من الأمر شيء إلا أن تملك لهم إلا أن تدعوهم وأن تهديهم هداية دلالة وهداية إرشاد تقول لهم هذا الحق وهذا الخير وهذا كذا وتجعل بقية الأمر فيما يتعلق بهداية التوفيق عند الله عز وجل ولذلك ربنا جل وعلا يقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء يقول جل وعلا إن عليك إلا البلاغ وما أنت عليهم بمسيطر ولذلك لاحظ نوح عليه السلام ما استطاع يهدي ابنه وما استطاع يهدي زوجته لوط عليه السلام ما استطاع يهدي زوجته إبراهيم عليه السلام ما استطاع يهدي والده والده اللي يشوف الحق حتى في النار يقذف إبراهيم في النار فالله عز وجل يقول كوني بردا وسلاما يشوف ابنه بدل ان يحترق في روضه من رياض الـ 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 في بستان وفي روضه من رياض الجنه. أه لما اقول لك هذا الكلام النبي عليه الصلاه والسلام ما استطاع يهدي عمه ابو طالب اللي يعرف الحق واعمامه بعض اعمامه ما استطاع والناس كانوا يسمونه الصادق الامين ما استطاع ولذلك اخوي الفاضل لما اقول لك هذا الكلام انا بالبارح حسيت عندك نفثه مصدور وانسان حزين وكذا لما اقول لك هذا الكلام حتى تطمئن وترتاح على أن الأمور بيد الله وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وأن تصريف الأمور كلها بيد الله والقلوب بيد الله يقلبها كيف شاء هذا الجانب مهم جدا لماذا؟ حتى أنك تعرف وين تضع خطواتك تعرف بأنك لا تحمل نفسك فوق طاقتها الله عز وجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام فلا تذهب نفسك عليهم حسرات قال جل وعلا فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا قال جل وعلا انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء فيا اخي الفاضل بارك الله فيك انت مشكور وماجور على هذا الحس وعلى هذه الرغبه في الخير وعلى حرصك على اولادك وعلى انك تريدهم يكونون احسن الناس وافضل الناس هذا تؤجر عليه لكن لا بد ان تضع له حد لان هذا في النهايه سيقودك الى امراض، سيقودك الى حزن، ممكن تدخل في كابه، ممكن تدخل في عقد نفسيه وانت انت ما يصلح لذلك عندنا نحن في الاسلام يعلمنا التوازن والاعتدال، بارك الله فيك، فانا انصحك الله يرضى عليك ويبارك فيك بالخطوات التاليه، اولا لازم تعرف بان الهدايه بيد الله وان ها اولادك ها هؤلاء اللي خاصه اللي ما يصلي، ما تدري لعل الله يصلحه في ليله. يقولون يعني كثير من الناس ها يقولون بأن يمكن الناس كلها تهتدي إلا فلان وتجد فلان يهتدي في ما بين عشية وضحى الله يهدي يفتح على قلبه ولذلك هذه الأمور بيد الله فيا أخي الفاضل بارك الله فيك ثق بربك جل وعلا ثق بربك جل وعلا واعلم بأن الأمور بيده آآ آآ الأمر الثاني عليك بالدعاء ادعي لهم بالليل وبالنهار وبالسر وبالجهار ادعي لهم في صلاتك وخارج صلاتك الدعاء ربنا جل وعلا يقول: "وقال ربكم ادعوني استجب لكم" قل جل وعلا: "وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان" لا تستهين بالدعاء يا أخي الفاضل، الدعاء يمكن ولو بعد حين الله يهديهم بإذن الله جل وعلا أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري بما صنع الدعاء سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللامد انقطاع" والنبي عليه الصلاه والسلام يقول يقول الدعاء هو العباده الدعاء هو العباده اكثر لهم من الدعاء الامر الثاني يا اخي الفاضل احرص بارك الله فيك على التلطف معهم لا سيما الجيل الجديد قبل جيلنا وجيلك وكذا يتحملون يصبرون وكذا الان عندنا جيل رخو جيل ضعيف جيل يعني حساس لي يعني ما ينفع معه العنف ما ينفع معه الغلظه الخشونه يحتاج الى انتقاء الكلمات والاسلوب واختيار الزمان والمكان مع اننا والله ما ما نرغب أن نصل الى هذه المرحله ما نرغب والله لكن هذا الواقع اللي نعيشه الواقع اللي نعيشه ولذلك حرص على انك تختار الزمان والمكان احرص بارك الله فيك على ان تنتقي لهم العباره الطيبه احيانا بعض الوالدين بسبب الحرص على العيال وال يعني يشوف الحاله اللي هم عليها يمكن تطلع منه كلمه غليظة خشنة يمكن تصرف معين لا الوقت هذا يحتاج الأولاد فيه في واقع الأمر إلى تلطف إلى لين إلى رفق إلى مصاحبة هذا الذي أنصحك فيه بارك الله فيك الأمر الآخر ممكن تستعين الله يرضى عليك ويبارك فيك بطرف ثالث شوف مطوع المسجد الإمام شوف واحد من جماعتك وأقاربك من من العائلة يزورهم ويسلم عليهم ياخذهم بعض الناس عندها ساليب اللهم بارك طيبة بدل ما يأتي بالدعوة مباشرة يقول صلوا ما يقول الكلام هذا، يا جاء وقت الصلاه قالوا ايش رايكم رحنا المسجد؟ في ناس عندهم اساليب طيبه ويمكن يا ابو خوي علي قد يرضون يعني يقبلون الكلام اللي من جنسهم من حيث السن الشباب اللي من جنسهم ومثلهم قد يقبلون اكثر وهذه طبيعه بشريه ولذلك احرص بارك الله فيك توصي جماعتك اقاربك من الاخيار والفضلاء مطوع المسجد تدعوه وتدعوه تقهوى عندك يتعشى يتغدى وخلي العيال يجتمعون. وشوفون لعل الله عز وجل بكلمة يعني يقولها الشيخ وكذا يفتح الله على قلوبهم يجيب له قصة يجيب له موعظة الأمر الآخر فيما يتعلق بالأولاد الأولاد على خطر أولادك اللي مارسون هذا النوع من العقوق ومن الصلف ومن القسوة والعياذ بالله على خطر الله عز وجل يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصار الآن أغلب الناس لو سألته ما هو العقوق يقولك والله سب الوالدين وشتمهم وعدم كذا يظنون هذا فقط العقوق لا من العقوق أنك, إنك تترك في نفس والديك أثر سيء والعياذ بالله مثل قضية الجفاء اللي حاصل من العيال هؤلاء الله يصلحهم ويهديهم تجاه والديهم يعني الآن الولد الولد يجب عليه اذا اراد ان يخرج خارج البيت في سفر ولا في كذا ان يستاذن والديه النبي عليه الصلاه والسلام جاءه رجل يريد ان يبايع النبي عليه الصلاه والسلام وفي لفظ يريد ان يجاهد فقال لك والدي لك و... قال نعم تركتهما يبكيان قال ارجع فاضحكهما كما ابكيتهما جاء رجل يستاذن النبي في الجهاد في سبيل الله قال لك و... قال نعم قال ارجع فاستأذنهما وفي لفظ ان كان له ام قال استأذنها ولذلك البخاري رحمه الله عليه باب يشير الى عدم جواز خروج الولد للجهاد الكفائي طبعا الا باذن الوالدين والله عز وجل ما ذكر حقه في الغالب الا وعقبه بذكر حق الوالدين يقول جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا قل جل وعلا وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا يقول جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا قل جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين قل جل وعلا أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير ابن عباس يقول ثلاثة لا تقبل إلا بثلاثة طاعة الله ورسوله وأطيع الله وأطيع الرسول وايضا الزكاه مع الصلاه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه وكذلك شكر الله لا يكون الا بشكر الوالدين ان اشكر لي ولوالدي الي المصير فعلى الاولاد ان يتقوا الله وان يخافوا الله يا اخي علي انا والله شفقتي ليس عليك بقدر ما شفقتي على اولادك انت الان لازم تعرف بان الاولاد الان جالسين بمثل هذه الطريقه في معصيه وفي اثم وجالسين في لعنه والعياذ بالله ما دمت أنت غير راضي عنهم ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول رضا الله في رضا الوالدين ويقول عليه الصلاة والسلام أوسط أبواب الجنة الوالد أوسط أبواب الجنة الوالد يعني الأم والأب أوسط أبواب الجنة فاستمسك بهذا الباب أو ضيعه ولذلك شقي شقي من من يموت والداه وغير راضين عنه شقي والله شقي اللي يموت والداه أو أحدهم غير راضٍ عنه الوالدان نهر متدفق بالأجر نبع صافي في الخيرات ولذلك اعتبروا فرصه وجودهم في هذه الحياه واعلموا بان المسائل دين والله دين الذنب لا ينسى والديان لا يموت اعمل ما شئت فكما تدين تدان هؤلاء الاولاد سيبتلون عاجلا ام آجلا بمن يذيقهم من نفس الكاس اللي اذاق والدهم هذا الجفاء وهذا الاعراض وهذا العقوق وهو يدعوهم الى الخير هو الان يقول صلوا ما يقول لهم الله روح اشرب الخمر لا يقول لهم صلوا صلوا اطلبوا ربكم اذكروا الله اقرأوا القرآن هذا اللي يطلب يطلب خير ما طلب منهم شيء ما طلب منهم إلا أن أن يعبدوا الله ويستقيموا على من ولذلك يا أخي الفاضل احرص عليهم خل وقتك اصرف وقتك لهم بالدعاء وقتك لهم بالنصيحة ترفق معهم ونسأل الله تعالى أن يهدي الجميع أم أنس من العراق سألتني بالأمس تقول ما حكم أكل الأرنب هل هو حلال أم حرام أختي الفاضل بالنسبة لأكل الأرنب حلال حلال ولذلك ربنا جل وعلا يقول: قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا يكون ميته او لحم خنزير او دم او لحم خنزير او دم مسوح، ويقول جل وعلا: قل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، وقد ثبت في الصحيحين ان من حديث انس ان النبي عليه الصلاه والسلام كان مع كان اصحابه معه في سفر. فكانوا في مر الظهران فنجفت أرنب يقول فتبع فصدناها يقول أنس يقول فأعطيتها لأبي طلحة فشواها وأعطى وركها يعني فخذها للنبي عليه الصلاة والسلام فقبله ولذلك قبله يعني أكل عليه الصلاة والسلام هكذا يقول العلماء ولئما الأربع عندنا ما أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كلهم يقولون بجواز مشروعية أكل الأرنب وهي من الطيبات التي أباح الله عز وجل ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم وهي ليست من ذوات الأنياب لأن عندنا ذوات الأنياب اللي تصيد بنا بها من الوحوش والسباع المفترسة هذه ما تؤكل أما الأرض فتأكل الحشائش ولذلك ومن قال بأنها مسخ فقد أخطأ وكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام فهي ليست بمسخ ولله الحمد وكان الصحابة يأكلونها وعندنا في الصحيح بوب عليها البخاري وغيره باب أكل الأرنب و جميع أئمة الإسلام متفقين على جواز أكل الأرنب أم محمد بن أبو ظبي تقول أنا من يومين تقريبا صليت العشاء وبعدين تذكرت أني ما سجدت السجدة الثانية في الركعة الأولى تقول ماذا علي أم محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك اولا بالنسبة للشك بعد العبادة اصلا مطروح الانسان انتهى من الصلاة وبعد الصلاة شك يقول ما ادري انا سجدت ولا ما سجدت لا الاصل انك سجدت هذا واحد الأمر الثاني إذا تيقنتي تقولتي لا أنا أنا متأكدة ولست شاكة اني فعلا ما سجدت إلا سجدة واحدة إذا صلاتك ناقصة باقي لك ركعة تاتين تقومين بهذه الحاله بالصوره هذه لما تتذكرين بعد الصلاه متاكده ما عندك لا وسواس ما عندك توهم وانما متاكده ان السجده الثانيه من الركعه الاولى ما سجدتيها تقومين وتجيبي الركعه كامله لان الثانيه صارت محل الاولى والثالثه محل الثانيه والرابعه محل الثالثه باقي لك ركعه تجيبي الركعه كامله وبعدين تجلسين للتحيات وتصلي تكملينها وتسلمين وتسجدين للسهو بعد السلام تقولين الان والله هذا من يومين وش يضرك يا اخت الفاضل تقومين تصلين الان تقضينا ما هي صلاه واحده مقدور عليها ولله الحمد فحتى تزيلين الوسواس وتبعدين الشك عنك وترتاحين وتطمئنين صلي العشاء ان كانت الحمد لله صلاتك تامه في الاولى الحمد لله يعني كسبتي اجر صلاه نافله وارغمت الشيطان وان كان عفوا وان كانت ناقصه ومضى فصل طويل يومين وقضيتيها ها الحمد لله ارغمت الشيطان وجبت الفريضه والعباده وبرئت ذمتك ولله الحمد والمنه الان يا محمد الان قومي صلي العشاء لا تنتظرين الليل لا صليها الان ولله الحمد والمنه تفضلوا يلا ابو خالد من عمان بارك الله فيه سال سؤال عائم وعام وواسع وفضفاض يقول ما هي الأشياء التي يجب على المسلم أن يتدركها من دون تأخير أخوي الفاضل أولا بالنسبة الأصل في الإنسان براءة ذمته هذا الأصل أن ذمة الإنسان بريئة ولا تشغل إلا بحالتين الحالة الجانب الشرعي من حيث الخطاب خطاب الوضع مع خطاب التكليف وأيضا حقوق العباد حقوق العباد فمتى ما إن شغلت الذمة بواجب شرعي وجب عليه المسارع إليه مثال الآن أنا وأنت واللي شاهدنا منطقتنا الآن هذه فترة العصر صلينا العصر ولله الحمد الآن ذمتنا بريئة من الصلاة زين أبو خالد لما يأذن المغرب خلاص شغلت الذمة أصبح الآن ربنا جل وعلا طالبنا بصلاة المغرب على طول مباشرة لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أفضل العمل قال الصلاة على وقتها الصلاة على وقتها، طيب، الآن من حيث الزكاة ما تجب علي ولا عليك الزكاة، بمجرد أن يمر على المال اللي عندي أنا 12 شهر قمري بمجرد مرور 12 قمري شغل ذمتي، خلاص الله عز وجل يطالبني الآن بالزكاة وعندي نصاب ومر علي 12 شهر قمري طالبني الله عز وجل بهذه الزكاة. دخل رمضان أنا الصيام غير واجب علي أصلا، يعني الصيام ما يجب إلا في رمضان. أو الإنسان ينذر هذا النذر. دخل رمضان بمجرد دخول رمضان شغلت الذمة من أول ليلة من ليالي رمضان، أصبحنا أصبح الإنسان مطالب بأن يصوم رمضان. الحج مثلا، الحج غير واجب على المسلم إلا على المستطيع، يعني عفوا بعبارة أخرى الحج ركن من أركان الإسلام. لا يجب إلا على من كان مستطيعا لقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. طيب أنا ما عندي شيء ما عندي لا مال مثلا أو ما عندي قدرة بدنية ما يجب علي بمجرد يكون عندي القدرة البدنية الجسمانية وأيضا عندي المال اللي يوديني ويجيبني شغل ذمتي طبعا يجي عاد هنا الخلاف بين العلماء هل الحج من الواجب الموسع أم من الواجب المضيق بمعنى أن هل الحج على الفور أم على التراخي قولان لأهل العلم منهم من يقول على الفور بمجرد ما تستطيع خلاص تباشر وبعض العلم يقول لا هو في ذمتك يعني على على الواجب الموسع. عندي الله يسلمك مسأله النذر اذا نذرت او الكفارات هذه تشغل اصلا الذمه بريئه من النذر ومن الكفاره. لما ترتكب شيء او تنذر شيء خلاص شغلت ذمه بادر اليه. الامر الاخر المبادره الى الاعمال الصالحه لان الله عز وجل يقول وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه وسابقوا الى مغفره من ربكم وجنه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون هذه الدنيا بان ليست بدار قرار ولذلك الانسان يسارع الى العمل الصالح الامر الاخر المسارعه الى قضاء الدين للاخرين اذا كان مثلا ذمتك اشتغلت بحق لانسان تبادر الى قضاء دينه ما تاخرها ما دام حصلت المبلغ تعطيه ما يتعلق بقضيه الغيبه وقضيه حقوق الخلق مثلا الاعتداء عليهم اعتداء بدني او مادي او معنوي يجب ان تتخلص منها يجب ان تبادر الى ان تتخلص من هذا حتى لا تقف بين يدي الله عز وجل وقد طالبك الله بحقوقهم يبقى الشيء الأخير التوبة التوبة يجب على الإنسان أن يسارع فيها متى ما أن وقع في الذنب بل حتى ولو لم يذنب يكثر من الاستغفار والتوبة طيب تفضلوا تفضل يا أم ناصر أم ناصر طولنا على أم ناصر الظاهر سامحنا تفضل يا أم ناصر راحت يلا يا علي الو السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال يا شيخ؟ مرحبا علي. سؤالين شيخ بس الله يخليك. تفضل. <applause> افا لا هم قريب علي بعد ما يصير علي. تفضل <applause> يا ابو احمد هولندا. يا مساك الله بالخير يا شيخ. مساك الله, يا الله يا بالنور والعافيه. الله يعافيك ويطول لي عمرك، مم. الله يحفظك يا رب عمرك طويل عنا. يا رب وياك. صدرك ان شاء الله يا ربي الله يرحم والديك ويخليك على هالبرنامج. وجزاك الله الف خير اللي الناس كل ابوها مستفاده منك في انحاء العالم كامله يا شيخ. الحمد لله الله الحمد لله الله الله يحفظ الجميع يا رب تفضل. طول لي بعمرك يا شيخنا انا ما بطول عليك. سم. يا شيخنا الله يطول لي بعمرك احنا مشكلتنا هني مشكله الله يطول عمرك ويحفظك الله يعزك الكلاب. ايه. يا شيخ احنا عندنا كلب الله يعزك هذا الكلب مال شرطه كبير ما شاء الله. ايه. و و وف... البرد ما ما تقدر تخليه ولا تروم تخلي ذاك احساس الكلب برا لابد انه يدخل في الداخل. ايه. و... ويا شيخ والله تعبنا هذا اللي يقول لك الصلاه ما يجوز وهذا اللي يقول لك حرام وهذا اللي يقول لك الملائكه ما تدخل البيت ويعني وايد و... يضجروننا وهذا يا شيخ الكلب حارس ووزي والبلاد هني يعني ما هي اسمه يطول لي يعني إذا في فرصة ولا شيء البيت بيسرقونه يطول لي واحنا هذا جايبينه والنية والله أعلم أن نيته يحرسنا يحرسنا يحرس الوالدة يحرس لها الدنيا إيه؟ اليوم تعرف يا شيخ ما هي زمان ويطول لي بعمرك يا شيخ تفيدنا ان شاء الله ان تعذرونا يا شيخ لا 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 تسمع ان شاء الله اللي يريح بالك باذن الله يا الله يطول لنا بعمرك ويحفظك طويل يسلمك ويقويك علينا ويعينك علينا يا شيخ مرحبا ابو احمد مرحبا مرحبا يا الله يطول لنا بدعك الله يا شيخ مع يا السلامه يا في امان الله طارق السلام عليكم وعليكم السلام كيف الحال يا شيخ مرحبا مرحبا الله يرحمك طارق بغيت استفسر يا شيخ عن صلاة المسافر إيه؟ أنا الحين مش مقيم متنقل الله عمرك من شاردة إلى أبوظبي إلى السلع إيه؟ هل أصلي يعني صلاة السفر يعني يوم أوصل مثلا أنت, مش أنت من الشارقة أصلا أنا من الشاردة نعم ودوامك في أبوظبي بيتنا في الشاردة ظبي وبيت زوجتي في السلع يعني عندك زوجتين لا لا مستقر هناك معاها في الويكند اندي شارد يعني لكن عند الوالد والوالده اي لكن تتردد يعني نعم يعني كل نهايه الاسبوع اوصل هناك ها آه طيب يعني قصدك انت الان يعني المناطق الثلاثه هذه تكون يوميا فيها لا انا يعني شو اسمه يوم السبت اطلع من الشارده الى ابو طيب من ابو للسلع يعني استقر بالسلع يومين ثلاث وارجع ابو بابي وارجع مره ثانيه الله أيوه. نهايه الاسبوع ابشر يا اخوي طارق ابشر الله يبشرك مرحبا مرحبا الله علي تفضل يا علي السلام عليكم عليكم السلام الله يمسيك بالخير ساك الله بالنور والرضا الله يعزك ويرفع قدرك وثناك وجزاك الله عني خير وياك اللي نصحتني بها الحمد لله الحمد لله والله يكثر من امثالك ويعزك طول ويديم عمرك يديم الاسلام علينا يا رب البيت, يا البيت رب. الاسلام يصلح لنا ولك يا اخوي علي الله يصلح لنا ولك أه والله اني احبك لله حبك الله وانا لا بعد شفتك ولا بعد قابلتك طول عمرك سلمك من محبه العالم لك ونصايحك للعالم الله يجزاك خير وعلمك الطيب وبيض الله وجهك وجهك ابيض وانا والله أحب والله لا بعيد ولا قريب ولا قاصي ولا داني محبه العالم عندي انها سوى. عادم أو مخدوم وفقنا وياك يجمعنا وياك على خير يا رب ومن فضل الله ما حسد أحد ما حسد أحد لا بعيد ولا قريب وكل الرزق على الله سبحانه وتعالى صادق صادق من كان رزقه على الله فلا يحزن صادق صادق وانا معمزها في جهه الله وانا بقول لك كلمتين بتخبرك منها انا اذا صليت سمع اذا صليت اي واذا مشيت واذا اقول الله يا الله لا تخيب رجا من ترجع يا الله لا تخيب رجا من ترجع أترجى الله ونعم بالله اللهم اجعل همي لاخره اللهم اجعل همي لاخره اللهم اجعل همي لاخره والنعم بالله والنعم بالله ترحمني وترحم والدي وولد المسلمين أدعيت طيبه يا علي ادعيتي الطيبه هذه هذه انا اقولها دائما وارددها ما ويكفينا شر عيال الحرام وبنات الحرام هذه دائما مره آمين. دايما اردد هذا الكلام هذا يوفقنا و تقبل دعائك يا رب و... والله يكفينا شر عيال الحرام وبنات الحرام والله لا يغضب علينا <applause> وانا دائما اردد الكلام هذا طيب طيب ولا قوة الا قوتك ولا نصر الا من عندك ولا خير الا من فضلك يا رب العالمين. ما شاء الله ما شاء الله. ابشر يا اخوي علي ابشر باذن الله اجاوبك على هالادعيه ومعانيها ان شاء الله ابشر. بارك ام ابرار تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. والله انا عندي نذر نذرت ان انا اودي بنتي مكه. ايه. بعدين إن انا ما اقدر اوديها ان شاء الله بدلا مني راح يوديها ابوها. ايه. هل يقدروا بعدين بعد ما يودي النذر يعملوا عمره؟ يعمل عمره هو؟ يعني هو وبيته اي انت لما قلت نذر... نذرت تودينها مكه عشان العمره ها؟ لا انا انا قلت يعني نذرت اوديها مكه اطوف بها الكعبه فقط الايش؟ اطوف بها الكعبه تطوفين بها الكعبه فقط من دون عمره؟ ايوه كم... بدون عمره كم عمرها؟ عمرها 14 14 سنة أيوة طيب يا أم أبراء تسمعين الجواب إن شاء الله وثاني سؤال أها أنا نذرت يعني لما أروح بلدي جيبوتي أعمل وليمة إيه أنا الآن ما أقدر أروح أقدر أرسل فلوس لأهلي هنا في عمل الوليمة أنت إيش قلتي بالضبط أنا قلت إن شاء الله لما أروح جيبوتي راح أعمل يعني وليمة كبيرة يعني اي وقصدك انك يعني اذا ذهبت بنفسك انت اذا نزلت انت في جيبوتي ايوه اذا انا نزلت انا الان ظروفي يعني صعبه ما اقدر اروح لا اختي مبرار انت انت النذر احيانا الانسان لما ينذر ينذر لسبب يا رب ان شفيت مريضي ساعمل وليمه أيوة في جيبوتي انا نذرت لله اذا حصلت على الاوراق في بلجيكا سأعمل اعمل إيه؟ وليمه اها طيب شاء الله يا ام ابرار أخذ. ايوه وثالث سؤال اها زوجي يعني هي خلعت زوجها بعد الخلع هل تقدر تستنى ثلاثة شهور؟ اخت زوجك؟ ايوه وين خلعت زوجها في المحكمة ولا برا؟ خلعت زوجها هنا ما في قاضي خلعت زوجها بالسفاره البلجي... بالسفاره الجيبوتية اللي في بلجيكا ايوه طيب يا ام ابرار ابشري تسمعين الجواب هل تقدر تستنى ثلاثة شهور ان شاء الله تسمعين الجواب وهل ترجع له يعني شيء من المهر؟ طيب ان شاء الله يا ام ابرار وهل وهل العراق الشيعي يقدر يتزوج من مسلمة؟ ابشري يا ام ابرار ربنا يحفظك ان شاء الله ويكتب من امثالك يا رب مرحبا اختي مرحبا طيب اكتفي بهذا القدر عندي الاخت ام عثمان من العراق تقول انا اريد ان اصوم لوجه الله تقول اصوم يعني تطوع ونفل تقول لازم اتسحر من الليل وانوي من الليل لا ليس لازم اخت الفاضله بالنسبه للصوم الواجب اللي هو صوم رمضان قضاء رمضان النذر الكفارة هذه يجب تبييت النية من الليل قاعدة قاعدة احفظوها أي صوم واجب لازم النية من الليل إيش عندنا الصوم الواجب رمضان قضاء رمضان النذر الكفارة ما يصح إلا أن نبيت النية قبل الفجر من الليل أما صوم التطوع ففي أصح قول أهل العلم هو قول الجمهور أنه لا يشترط تبييت النية من الليل وإن كان الأفضل لكن لو صح الإنسان الصباح وما أكل وحب أن يصوم يصوم فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا استيقظ يقول لأهله عندكم شيء طعام يعني فطور إفطار مثلا فإن قالوا نعم أكل وإن قالوا لا قال إني صائم إني صائم يقول العلماء يأخذون من هذا الحديث على أن النبي عليه الصلاة والسلام ابتدأ نيته من النهار لأنه كان مترددا فيها إن وجد أكل أكل وإلا قال إني صائم ولذلك يجوز للمسلم أن يبدأ نية التطوع من النهار لا يشترط من الليل لكن يا أخت الفاضلة أم عثمان الأفضل إذا كنت مثلا تقول غدا الاثنين بصوم من الليل أفضل وتسحري أفضل وتسحري أفضل لأن السحور بركة وبعض العلماء يقول البركة من الله عز وجل وبمعنى أن الله عز وجل يعين الصائم لما يتسحر من الليل أم عثمان سألت تقول يعني ما حكم ما يسمى بافتتاح الخيرة بالقرآن تقول يقولون لنا اقرأوا آية الكرسي والمعوذات ثم عدوا سبع صفحات وبعدين استفتحوا القرآن وشوفوا إيش اللي يطلع فيه أخت الفاضلة هذا محرم ولا يجوز لا يجوز للمسلم أن يفعل هذا الفعل هذا من فعل السحرة من فعل الكهان من فعل العرافين فعل الدجالين وفعل المكرة الذين يريدون يبتزون الناس او يفسدوا عقائد الناس، ولذلك لا يجوز اللعب بالقران بمثل هذه الطريقه. هذا من والعياذ بالله الامور المحرمه، فهي تدخل من ضمن التطير والتشاؤم ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلها الصحابه، ولو كان خيرا لسبقونا اليه، لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان اذا اراد غزو ولا معركه ولا سفر ولا كذا، كان يستفتح ما فعل هذا الشيء. الصحابة ما فعلوا هذا الشيء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الخلفاء الراشدين عليه وسلم بهم خيرا وباتباع سنتهم ما, ما فعلوا هذا الشيء ولذلك يا أخت الفاضل يقول الله عز وجل واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد ولذلك من جملة الاستفتاح الباطل أن يجي بعض الناس يمسك القرآن ثم يفتح هكذا فليتقع عليه عينه من الآيات يمضي فيه أو يمتنع هذا من التشاؤم والتطير على إنما طائركم عند الله ولذلك التطير هذا محرم والإنسان والعياذ بالله قد يحصل بينه وبين القرآن وحشة لما مثلا تقع عين على آية فيها عذاب فيها نار فيها جحيم فيها كذا هنا يحصل عند مع القرآن وحشة هذا سببه الفعل الباطل هذا ولذلك اختي الفاضلة انتهي عن هذا ونبه الناس وعلم الناس ووجه الناس أنا أستغرب والله نحن زمن العلم والانفتاح وزمن المعرفة ما زال بعض الناس يعني قابع في مستنقع الخرافات ومستنقع البدع ومستنقع الشعبذات والشعوذات والهرطقيات أستغرب والله نحن الآن في زمن العلم والمعرفة الآن الناس من خلال الثورة المعلوماتية الاتصالاتية هذه اللي أصبح العالم مثل القرية الصغيرة معقول الناس ما زالوا يجهلون وأيضا عندهم بدع وخرافات وشعوذات ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان فأنت يا أخت الفاضل احذري وحذري واعلمي بأن هذا باطل وهذا من فعل الدجالين من فعل الذين يحرصون على هدم العقيدة الصحيحة في قلوب الناس تعلموا العلم الشرعي تعلموا أصول الاعتقاد تعلموا هدي النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن التطير يقول لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر كان يقول التطير أو الطيرة أو التشاؤم ما أمضاك أو ردك أي شيء تعلقين عليه أطلع ولا أرجع هذه طيرة هذا هو التشاؤم المحرم هذا من الشرك والعياذ بالله نسبة الفعل إلى غير الله عز وجل تأثيراً ولذلك الإنسان كانت العرب يطيرون الطيور إذا الطير راح جهة اليمين قالوا الحمد لله خير خير ويسافرون وإذا راح جهة اليسار قالوا لا شر شر ما يسافرون. ابن عباس مرة كان جالس وعنده مجموعة من أصحابه فنعق الغراب فقال واحد خير خير فغضب ابن عباس قال خير وين خير؟ هذا لا خير عنده ولا شر هذا طائر وكذلك الطاووس بن كيسان اليماني الإمام هذا كان في سفر فسمع سمع غراب ينعق فقال أحد أصحابه خير خير فقال أي خير في هذا وأي شر لا تصحبنا يقول أنت مثلك ما تشرف أن يصحبنا إذا كان عند هذا الاعتقاد وهذا التعلق بغير الله سبحانه وتعالى ولذلك الطيرة ما أمضاك أو ردك الطيرة ما أمضاك أو ردك بعض الناس وللأسف الآن يعني إذا كان يبغى سفر مثلا ها وعطس واحد قال بطلنا هونا ما, ما نسافر هذا عطس وش علاقة العطاس من الله عز وجل العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان شوف كيف يلعب الشيطان بالناس فللأسف شف بعض الناس الآن إذا راح الصبح يفتح الدكان وقابل شخص في عاهة مثلا معينة قال إنا لله راجعون ما يفتح الدكان اليوم كامل تشاؤم بهذا الرجل الذي فيه عاهة أعوذ بالله يمكن هذا الرجل ولي من أولياء الله هذا الرجل يمكن هذا لو لو اقسم على الله لابره الله يروح يتشائم يقول والله هذا في عاهه معينه هذا يدل على ضعف العقيده ضعف الايمان هذا يدل على ان المسلم ما عند ذاك الاعتقاد بربه جل وعلا وان الله عز وجل فعال لما يريد وان الامور كلها بيد الله يدبر الامر سبحانه وتعالى تعلموا يا اخواني بارك الله فيكم هذه البدع والخرافات اكنسوها كنس من قلوبكم ومن صدوركم ومن واقعكم وكونوا على العقيدة الصحيحة الصافية ولا تجعلون شياطين الإنس والجن يلعبون بالناس يلعبون بكم بمثل هذه الهرطقيات ومثل هذه الخرافات وهذا الدجل أبو أحمد بارك الله فيه طبعا من هولندا يقول بأنه عندهم كلب بوليسي أو كلب من الكبار هذا يحرس البيت ويقول إحنا محتاجين له يقول منطقتنا باردة يقول كيف ندخل داخل البيت يقول سمعنا أكثر من كلام وأكثر من رأي في هذه المسألة أبو أحمد الله يرضى عليك ويبارك فيك ويحفظك ويردك سالم يحفظ لك الوالدة والأهل إذا قدرت يا أخوي الفاضل تستغني عن الكلب بالكاميرات أفضل والكاميرات أنا ما أدري يمكن تتفق معي أبو أحمد أن تؤدي دور ما لا يؤديه الكلاب الآن الكلب يستطيعون خداعه لو جابوا له لحمة مسمومة وعطوه إياه على طول ميل رقبته مثل ما يقولون صح ولا لا يعني حتى الكلاب الوقت هذا مو مثل الكلاب أول يعني فيها على ما قالت عندها ترف شوي <applause> الأمر الآخر والكاميرات مثل ما قلت لك الكاميرات الآن حقيقة تؤدي دور وحتى العصابات وحتى الختلة والمجرمين يهابون الكاميرا بحيث أنها يعني تصور الحدث وكذا فالمقصود بأن الكاميرا أفضل في تقديري حراسة من الكلب هذا أمر الأمر الثاني تقول لا والله احنا متعودين عليه وكذا النبي صلى الله عليه وسلم طبعا نهى عن اقتناء الكلاب وقال الذي يقتني كلب ينقص من اجره كل يوم قيراط او قيراطان من الاجر الا ثلاث انواع كلب من ضمنها كلب الحراسه فاذا كنت انت محتاج ما عندك قدره على الكاميرات وشرائها البلد يمنع مثلا استعمال كاميرات يوجد بلاد يقول لك ما يسمحون مثلا في الاحياء السكنيه انك تضع كاميرا في الشارع مثلا يوجد يوجد لكن انا اقول لك مثلا على فرض انك الان ما عندك قدره الا انك تجيب كلب ما فيش لان النبي عليه الصلاه والسلام يعني رخص نهى لما نهى عن اقتلاء الكلاب رخص في كلب الصيد ولذلك عفوا كلب الحراسه وكلب الصيد ايضا فكلب الحراسه ممكن يدخل البيت ما في مشكله لانه خارج لانه مستثنى من المنع مستثنى من النهي لكن لا تدخله داخل البيت الا في حال الضروره مثل ما ذكرت برد شديد لكن ممكن تضع له يعني الكلب الان دوره وين يا ابو احمد؟ دوره برا يعني ما يمكن انه يدخله داخل البيت، اذا دخلت داخل البيت يعني اصبح مقتنع من جمله الذي الاشياء التي تقتنع ما يؤدي دور الحراسه، الكلب محله برا ويوضع له بيوت معروفه حتى عندكم بيت للكلب للحراسه ومحاط ويعني وفيه فيه من الحمايه له عن الامطار والبرد الشيء المعروف. لكن لا تدخل غرف النوم لا تدخلها الصاله وانما اجعل له يعني في منطقه الحوش يحرس يعني الـ الـ البيت بارك الله فيك بهذا تستطيع تخرج من الحرج طارق من ابو ظبي يسال يقول بانه هو من يعني ساكن في الشارقه ويروح ابو ظبي يروح السلع يقول يعني كيف القصر والجمع من حيث الصلاه اخوي طارق الله يرضى عليك خذ قاعده اولا اي مدينه لك فيها بيت ما تقصر ولا تجمع اي مدينة لك فيها بيت ما تقصر ولا تجمع، انت في الشارقة لك بيت، صح ولا لا؟ ما تقصر وتجمع في الشارقة، هذا وطنك. رحت ابو ظبي، ابو ظبي عندك بيت ولا ولا عمل ولا شغل؟ تقول لي بيت ما تقصر، اذا جيت ابو ظبي ما تقصر. بين الشارقة وابو ظبي تقصر وتجمع، داخل ابو ظبي ما تقصر. تقول لي لا والله عمل، طيب عملك دائم؟ اذا دائم اصبح لك اقامة ثانية، ما تقصر ولا تجمع، تقول لا احيانا اجي مرة في الشهر ابو ظبي لك الحق تقصر وتجمع لانك مسافر. السلع ما بين ابو والسلع تقصر وتجمع، اذا وصلت السلع وزوجتك هناك واهلك هناك خلاص انت الان اصبحت مقيما، اصبحت مقيما، بهذه الطريقه تعرف حقيقه متى تقصر ومتى تجمع ومتى لا تقصر ومتى لا تجمع، بارك الله فيك. اذا قاعده اي مدينه لك فيها بيت او اهل، اهل بقصد زوجه، اهل فانك لا تقصر ولا تجمع. أي مدينة لك فيها عمل دائم مستمر تروح وتجي تتردد نفس المدينة ما تقصر فيها ولا ولا تجمع أي مدينة تمر عليها مرور أو ليس لك فيها عمل دائم وإنما مؤقت ما في بأس تقصر وتجمع بارك الله فيك علي بارك الله فيه من أبو ظبي طبعا أجبناه عن ما يتعلق بأولاد يقول أنا دائما الحمد لله أدعو الله عز وجل يقول إذا صليت وإذا مشيت يقول, يقول, يقول الله لا تخيب رجا من ترجاك اللهم اجعل همي الاخره ارحمني وارحم والدي والمسلمين وغير ذلك من الادعيه اخوي علي الله يبارك فيك هذه ادعيه طيبه ادعيه فيها تعظيم وتقديس لله عز وجل ادعيه فيها انطراح على عتبات المولى سبحانه وتعالى تمسك بها واكثر منها ولا تحرم عيالك منها ولا تحرم المسلمين ايضا لانك اذا دعوت لكل مسلم قلت اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات في ملك يقول ولك مثله يعني لو الان عدد المسلمين مليار لك عدد مليار دعوه دعوتها للمسلمين والمسلمات فهذه ادعيه طيبه وواضب عليها والزمها وكثر منها ولا تنسانا ايضا من دعواتك ام ابرار تقول بانها نذرت تودي بنتها وعمرها 14 سنه الى مكه تقول اطوف فيها تقول الان ما اقدر ممكن ابوها يوديها ممكن يا اخت الفاضله يعني انت الان النذر ليس نذرك لانك انت تذهبين بها بنفسك وان المقصود تذهبين بالبنت فإذا أنت أو أبوها أو أخوها أو أي شخص تأدين الغرض ويجوز لهم أن يعتمروا هناك يعتمروا خليها عمرة أصلا يعني لا يدخل أبوها ولا تدخل هي إلا يعني يتجاوزون الميقات إلا وقد أتوا بالإحرام ويعطفون ويسعون ويتحقق النذر ولله الحمد والمنة خلاص طيب ومبرار باقي لك كم سؤال سؤالين إن شاء الله غدا في أول البرنامج أجيب على أسئلتك لأن الوقت البرنامج انتهى وزدنا شيئا يسير أشكركم على المتابعة أشكر طاقم البرنامج على جهوده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته